الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تدريب الله في نيفرا، والوفد السيد الوفد المرافق للسيد عامل الإقليم. أيها الحضور الكريم، يسرني أن أتوجه إليكم بوافد الشكر على تلبيتكم دعوة حضور هذا الحفل الرمزي العميق الدلالات المقام احتفاء بتلة من أطر التربية والتكوين المحالين على المعاش برسم السنتين الماضيتين، اعترافا بالخدمات الجليلة التي قدموها من خلال مسيراتهم العملية سواء داخل الفصول الدراسية أو في ردهات المكاتب الإدارية أو بين فضاءات المؤسسات التعليمية خدمة لناشئة هذا الوطن العزيز. متوجها بجميع العرفان للسيد العامل الذي شرف الأسرة التعليمية بحضوره لمشاركتنا اللحظة المتميزة، كما أحيي أعضاء الفرع الإقليمي لمؤسسات الأعمال الاجتماعية للتعليم والفرع والمكتب الوطني لهذه المؤسسة على مبادرة تنظيم هذا الحفل الذي أعتبره مناسبة تجعلنا نرد بعض الفضل لأهل الفضل. أيها الحضور الكريم، إن رحلة التكريم مهما طالت فهي قصيرة زمنيا، لكن لا يمكن أن تغطي غنى المسار المهني المحتفى به، ومع ذلك تبقى فرصة لتجديد الصلة والتواصل ولحظة تنيم عن ترسيخ ثقافة الاعتراف. إننا اليوم إذ نحتفي بهذه الصفوة من نساء ورجال التربية والتكوين، نستحضر شريط التضحيات الجسام التي قدموها طيلة مسارهم المهني، ونقر بحجم آدائهم الوظيفي. وبسخاء هذا العطاء أتوجه إلى المحتفين أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع الأطر الإدارية والتربوية والتقنية العاملين بالمديرية الإقليمية، وباسم كل الأجيال التي تتلمذت على أيديهم بخالص الدعوات وبجزيل الشكر على ما كابدوه من مشار ومن عناء الالتزامات المهنية ومن صعاب من أجل آداء رسالتهم التربوية النبيلة بكل اقتدار ومسؤولية والتزام. كما لا يفوتني بالمناسبة دون أن أنوه بالمجهودات التي يقدمها الفرع الإقليمي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم للمهود بالخدمات الاجتماعية سواء في مجال تعزيز القيم الإنسانية وترسيخ ثقافة الاعتراف أو في مجال تقريب الخدمات الاجتماعية وكذا المهود بالأنشطة التربوية والترفيهية. ختاما، أتمنى وفور الصحة وطول العمر للمحتفى بهم، سائل العلي القدير أن يجعل باقي عمرهم خيرا من ماضيه. كما لا يفوتني أن أجدد الشكر للسيد العامي على مساهمته في إنجاح هذا الحفل، وكذلك لأعضاء لرئيسة وأعضاء المجلس الجماعي بأزيلال عبر وضع هذا الفضاء البهي رهن الإشارة وعلى توفير كل شروط إنجاح هذا الحفل البهي. الشكر موصول للفرع الإقليمي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية وللسيدة رئيسة مجلس الجماعة الترابية أزيلال وإلى كل المساهمين في صنع هذه اللحظة الدالة ولعامة الحاضرين. وفقنا الله جميعا في خدمة الصالح العام تحت القيادة الرشيدة للمربي الأول صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وأقر عينه بولي عهده المولى الحسن، وشد أثره بشقيقه صاحب السمو الملك المولى رشيد وبسائر أفراد العائلة الملكية الشريفة. إنه سميع الدعاء وبالاستجابة جدير، والسلام عليكم ورحمة.